السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه وهذا العلم الذي يرتكز عليه باقي العلوم، وتكلمنا عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، صحيح؟ ويجمعهما الحكم الشرعي. أخ يعرف الحكمين. الحكمين، أريد أحدا أن يبين لي ما الحكم الشرعي، يعرفه. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين المكلفين عفوا بالاقتضاء أو تخيير الوضع. ما الحكم التكليفي؟ حكم تكليفي المفروض خلاص تكلمنا عن حكم الشرعي، سهل جدا الحكم التكليفي. حبوب، خطاب الشرعي ضبط كتابة؟ لا، أنا أنظر إليكم. تنظر إلي؟ قبلها كنت تنظر إلى إيش؟ تفضل، وما زلت الآن تنظر. تفضل. كتاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء أو الإيه؟ التخيير. طب اشرح ما معنى بالاقتضاء. الاقتضاء يعني طلب فعل أو طلب تفسير. ممتاز. والتخيير؟ التخيير ما استوعب الإباحة. اللي هو؟ الإباحة. ممتاز. الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي. وين القلم؟ انا اريد تعريفه اولا. خطاب الشارع المتعلق بالمكلف، المتعلق بافعال المكلفين بسبب جعل الشيء اماره. هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع، هذا التعريف. والأحكام الوضعية قلنا هي ما جعله الله تعالى أمارات وعلامات على إيش؟ على الحكم التكليفي. قال الله تعالى في علاء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس أمارة على إقامة صلاة، على وجوب إقامة صلاة، لأن الوجوب حكم تكليفي. الحكم التكليفي واجب، مستحب، مكروه، محرم، مباح. دي الأحكام التكليفية الخمسة. فنقول أقم الصلاة أمر، وظاهر أمر الوجوب أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى عند دلوك الشمس. مفهوم الكلام ولا مفهوم؟ مفهوم. القلم. هذه الأحكام الشرعية، أقصد الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي كما قلنا هو أمارة وعلامة على الحكم الشرعي، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع.
وهو صحة وبطلان، سبب وعلة وشرط ومانع والرخصة والعزيمة. بالنسبة للرخصة والعزيمة هذه مسألة فيها ما فيها من النظر على أساس هل هي من الأحكام التكلفية أم من الأحكام الوضعية. لذلك نحن لا نأخذها في هذا الباب، لأنه المسألة تحصيل حاصل في هذا، وأحقية الكلام على الحكم الوضعي هو السبب والمانع والعلة. السبب والمانع والعلة والشرط. تكلمنا عن الصحة والبطلان، وقلنا بأن الصحة والبطلان عند الجمهور يدخل معها الفساد، في فارق بين الفساد وبين البطلان. الفساد والبطلان عند من؟ الأحناف فرقوا بين الفساد وبين البطلان. أريد التفريق هذا، ما الفرق عند بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة الفساد والبطلان؟ مثلا ما فيش مثلا، ائتني بالفرق وبعدين ائتي مثلا. الآن الأحناف يتفقون مع الجمهور بمساواة الفساد والبطلان في إيه؟ في العبادات الفساد، ها؟ الفساد والبطلان عندهم واحد، صحيح ولا لا؟ طيب ممتاز. الاختلاف بين الجمهور وبين الأحناف في المعاملات، صحيح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين الفساد والبطلان عند الأحناف في المعاملات؟ أحمد، الباطل هو ما كان محرما في أصله، والفاسد ما كان محرما في وصفه. ممتاز. الباطل وما كان محرما لذاته، محرما لأصله، والفاسد وما كان محرما لإيش؟ لوصفه. وما معنى الفرق بين محرما لوصفه؟ يعني هو لذاته إيش؟ حلال، ولكن لوصف لطرو وصف عليه صار حراما، مثل العنب، بيع العنب لمن يعتصر خمرا. نعم، واحنا ممكن نقول اقوى من ذلك الدرهم، بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، اذ الاصل في البيع الحل، واحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض، صحيح ولا لا؟ فهنا يقولون الاصل في البيع، يبقى اذا البيع لذاته حلال، لكن لطرو الوصف عليه حرم، اللي هو الدرهم بدرهمين. ليش؟ لانه الشرط الصحيح في الـ في الـ في البيوعات الربويه انها لو اتفقت في الجنس والعله لابد من شرطين. يعني ايش اتفقت في الجنس والعله؟ ما اخذتم بيوع كالدينار بالدينار، اتفقت في الجنس والعله، كان تقول مثلا العله الثمنيه كالدولار كالجنيه كالدراهم كالريالات، هذه العله انها ثمنيه، العله الثمنيه، والجنس هو جنس النقود. يبقى لو اتفقت في الجنس والعله فاننا نقول لابد من شرطين. الشرط الاول لابد من المساواه، دولار بدولار، 100 دولار ب100 دولار، وايضا التقابض في المسجد، في المجلس، التقابض في المجلس لا يفرق من المجلس حتى يحدث التقابض. لذلك كل الصرافات فيها ما فيها من الحرمه، يعطيه مال وبعد ذلك لا يستلم الا اذا استلم الورق بهذا، بمعنى يعني بمعنى المال الذي عنده يصح ذلك، مفهوم؟ فهو الحاصل انه لابد في مجلس التعاقد تعطي 100 دولار تاخذ 100 دولار. لو اخذت 100 دولار اليوم او اعطيته 100 دولار وتاخذه غدا 100 دولار حتى ولو مساوي فوقعت في الربا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني لو اعطيت، انا اقول لابد من الربويات لهما اصناف ثلاثه، اتفق في الجنس والعله، اختلف في الجنس والعله، اتفق في الجنس في العله دون الجنس. هذه الاصناف الربويه. الاصناف الربويه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذهب بالذهب ربا الا مثل هذا مد سواء مساواة. قال الذهب بالذهب ربا، الفضه بالفضه، الفضه بالفضه ربا، البر بالبر ربا، الشعير بالشعير ربا، التمر بالتمر ربا، الملح بالملح ربا. سته اصناف الان، هذه اصناف الربويه. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ربا، قال الا مثلا بمثل، كيلو بكيلو، يدا بيد. يبقى هنا الان عندنا لما اتفق في الجنس والعله لابد من شرطين. الجنس والعله يعني جنيه بجنيه، دراهم بدراهم، ذهب بذهب، فضه بفضه، بر بر، تمر بتمر. هذا جنس وعله. إذا اتفق في الجنس والعلة لابد من شرطين. الشرط الأول التقابض في المجلس، مجلس التعاقد لابد التقابض فيه. الشرط الثاني التماثل، ألف درهم ألف درهم،
كده مفهوم؟ مفهوم؟ يبقى إذن لو باع ألف دولار بألفين درهم بدرهمين قلنا الآن هذا محرم. لما؟ لأنه اختل شرطه من شروط البيع فصار حراما. هذا الحرام ليس لأصل البيع ولكن الحرام هنا لوصف البيع. إذن لابد من التساوي ولابد من التقابض في المجلس. يبقى إذا كان عدم التساوي 100 دولار 100 دولار ب 90 دولار هذا بيع إيش؟ طيب هذا البيع بقى العقد اسمه عقد بالنسبة لي الأحناف عقد إيه؟ باطل. ها؟ لا ليش فاسد؟ لأن أصل البيع حلال أصل لذاته. يبقى إذن الحرمة هنا لوصفه لا لذاته. هذا الفرق بين الأحناف وبين إيش؟ وبين الجمهور في مسألة الفاسد والبطلان. هم يتفقون مع الجمهور أن الفساد والبطلان واحد. يتفقون ذلك. اختلاف مستوى. بالنسبة للعبادات العلماء المعاملات لا. الخلاف مؤثر. يرون بأن هذا العقد الفاسد شوف الأثر هنا الآن. العقد الفاسد يمكن تصحيحه. يرون أن العقد الفاسد يمكن تصحيحه. يعني لو تعاقد درهمين بدرهم يقولون هذا عقد فاسد. الجمهور يقولون العقد إيش؟ باطل. ما في ما يمشي. ولذلك الإنسان قال أو لما قال له نعطي الصاع بالصاعين والصاعين بصاع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو عين الربا أكمله. أكمله ما قال ردوه. ومعنى ردوه يعني إيش؟ باطل لا يصح. لكن الأحناف يقولون لا درهم بدرهمين نصحح العقد. العقد فاسد. طب كيف نصححه؟ يقولون نأخذ الدرهم الزايد ونجعل الدرهم في مقابل درهم ويصح العقد بذلك. ولكن ما زال ولكن الآن فهمت الصورة هذه؟ نعم فهمت. يبقى الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون قد يصح العقد الفاسد. قد يصح العقد. طيب لو باع خمرا العقد هذا عند الأحناف باطل. ليش يا سومالي؟ ممتاز. لأن النهي هنا نهي عن إيش؟ عن ذات الشيء. هذا نهي عن أصلي. هو الآن لو باع خنزيرا باطل نفس الشيء. مفهوم ولا لا؟ لو باع ميتة باطل. باع الأصنام باطل. يبقى إذن هذا لما يكون النهي منصب على ذات الشيء فهو باطل. لو على طرو وصف من الأوصاف أو شرط من الشروط فهو إيه؟ فاسد. هذا عند الأحناف دكتور. هذا عند الأحناف. ضربنا إحنا أمثلة بذلك ونكمل من أمثلة مثلا في المعاملات منها شهيدان في زواج نفس الشيء. سنأتي الآن دكتور. مرة جاءني ليبي. ما بك؟ أنتم الآن تنشغلان. أنا أسألك أنت قبل أن أسأله هو لأنه اللي بيشغلك على طول. لا أنا سألني اللي فهمت ولا هو بيسألك على ذلك. طب أنت رقيب عليه يعني مالك أنت؟ مالك يعني مالك أنت بتخشى عليه يعني ما حبوب إليك جدا فأنت لابد. هو يستطيع لو ما فهم يقول ما فهمت. لو ضربنا المثل مثلا نكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي أنا الآن أعطيكم المثل وأنتم الآن تطبقون بين الجمهور وبين إيش؟ وبين الأحناف. وهذه في المعاملات جيد؟ يعني النكاح بغير ولي الأحناف يكون عند الجمهور باطل. عند الجمهور باطل ولكن يقول النكاح بغير ولي باطل عند الجمهور. أنا الآن أنا أريد الإخوة تتكلم هتطبق التطبيق التمرس العملي. هذا هو العلم. التطبيق العملي الآن بينك وبين الأحناف الآن جيد؟ بين الجمهور والأحناف نكاح بغير ولي. عند الأحناف فاسد. نعم. طيب. أما عند الجمهور باطل. باطل. لما؟ لأن عند الأحناف يقولون يعني بوصفه وجود هناك يعني في شروط ولكن فاسد. نعم. أجب عبد الفتاح. نعم. أجب. نكاح بغير ولي. يقولون به الأحناف تطبيق نكاحهم بغير ولي. أنا أتكلم الآن على الصحة والبطلان.
تعرفون ما معنى الصحة؟ الصحة في العبادات يعني يترتب عليها إيش؟ إسقاط المطالبة. أما الثواب فالله أعلم به. الصحة في العبادات يعني لو صلى العبادة على وجهها الذي جاء به الشرع بأنه توضأ فأحسن الوضوء ثم بعد ذلك استقبل القبلة ثم أتم الركوع والسجود والقيامة وبين السجدتين، فهذا تسقط عنه المطالبة. هذا معنى صلاة صحيحة تساوي تسقط المطالبة. لكن الثواب هذا أمر أخروي، هذا في السماء لا نعرف، لا نعلم من المقبول من المردود. مفهوم؟ طب الفساد، نقول أن الرجل مثلا صلى بغير وضوء، الأصل نقول الصلاة بغير وضوء بطلان الصلاة، والبطلان هنا معنى أنه يأثم ولا تسقط عنه المطالبة. هذا معنى البطلان ومعنى الصح. مفهوم؟ بالنسبة هذه العبادات، بالنسبة للمعاملات لو قلنا عقد صحيح يبقى عقد يترتب عليه الآثار. جاء زيد فتزوج هندا والعقد كان صحيحا بولي وشهود بالأئمة الأربعة، إذا قلنا العقد صحيح، ما معنى العقد صحيح؟ يعني ترتبت عليه آثار. وإيش بقى الآثار؟ الآثار أنه خلاص صارت زوجة له واستحل منها ما كان حراما قبل ذلك. هذا هو معنى. اما الباطل او الفاسد في العقود تزوجها بغير ولي، عند الجمهور هذا العقد لا يترتب عليه اثار، يعني لا تحل له، ولو دخل بها فلها مهر مثل ما دخل بما استحل منه. مفهوم؟ والعقد باطل. وعند الاحناف لو قلنا انه قال فاسد، الاحناف لا يقولون ان عقد النكاح غير ولي فاسد، يقولون العقد صحيح اصلا. نعم، ما يقولون فاسد، يقول العقد صحيح اصلا. عندهم ادله بيقولون بان ايش؟ بان السيب احق بنفسها من وليها. السيب احق بنفسها من وليها. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ الله اشك في هذا. كيف الحديث؟ انا ما اروح كلهم، انت روح قبر ابو حنيفه كلمه كله، وكيف الحديث؟ وكيف الحديث؟ وانت تلومناني، تلومناني انا؟ تلومني انا؟ أنا أريد أفهم، تلومني أنا؟ لا مش ألومك يا شيخ، يعني كيف الحديث هذا الذي يقول هو أهلا نقولهم كيف؟ ابن رجل نفسه متأخر هو قال أن الأحناف كلامهم أقوى من كلام الجمهور وأنه لا يصح النكاح بغير ولي. المسألة خلافية، الحق المسألة خلافية في هذا الباب، لكنهم يقولون العقد صحيح. أنا بس أريد أفهمكم ما معنى الباطل لا يترتب عليه أثاره. الفاسد عند الأحناف هو الذي قد يترتب عليه آثاره إن صح، كالدرهم بالدرهمين. يقولون هذا عقد فاسد، نصححه بأن نسحب الدرهم ونبقي درهما مقابل درهم، صح العقد، وإذا صح العقد ترتبت آثاره. وإن لم نفعل يبقى صار، يبقى لا تترتب عليه الآثار، ما زالوا موقوفا، ما زال موقوفا، ما زال فاسد. نعم، احنا تزوج بدون ولي، احنا قالنا نقول لهم عقدكم باطل، حتى وجاب اولاد وكلها، كل عقد باطل. سنين طوال اتصلت بامراه وكان العجب العجاب، زوجها تسرع فطلقها الاولى، وتسرع فطلقها الثانيه، واتطلق الثالثه، واتطلق الرابعه وخامسه، خمس طلقات. في ايش؟ قالوا لها انا طلقني مره في الحيض ومره في غضبان. طب حللوا، وانا جالس نفسي انقطع من المداولات عشان اقدر استطيع ان انا اشوف مخرج من الطلقات الثلاثه والطلقات الخمسه، خمس طلقات. طيب في النهايه علمت انه تزوجت غير ولي. قلت لها يا شيخ، يا اخي اتوكل على الله، هذا العقد اصلا غير موجود. قال ماذا تقول؟ خمس، عنده خمس عيال وست عيال. قلت اصلا هي ليست بامراه لك حتى يقع الطلاق، انت ما في ولا تبقى وقت. طبعا كاد يقتلني. قلت له هذه ليست زوجتك. طبعا الرجل جاء في عقلي شيء، قلت له هذه ليست زوجتك اصلا. قال ايش تقول؟ اولادي هؤلاء. قلت له العقد لا يصح. قالوا ماذا افعل؟ قلت له تروح تطلبها من ابوها. عندي ست اولاد تذهب الى ابيها. طبعا قلت له تروح تطلبها من ابوها. ده الرجل قال لك يا له مخبول، هو مخبول حموته النهارده. يا في خبل في العقل يا اخطر هذا الرجل. قلت له صدقني، انت الان لابد تتركها الان وتذهب لوالدها تطلبها، وبعدين والدها ياخذ عليك على كل شيء جديد. كل شيء جديد.
عقد جديد ومهر جديد. وقلت له أنت بقى لها مهر المثل بما استحللت منه. قال الأولاد، قلت له لا، الأولاد أولادك ينسبون لك، لأن العقد أصلا فيه شبهة ليس زنا، لأن العقد هذا فيه إيش؟ شبهة. إيش الشبهة؟ أن الأحناف قالوا به، فلذلك الأولاد ينسبون لك في هذا الباب. فكل زواج الأحناف العقد باطل، باطل لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نص صريح. ولذلك بسند صحيح كالشمس قال أبو هريرة: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زنية، تصريحا مش تجربة. وهذا كنا مع لمن؟ من الصحابة، يعني كلية الصحابة هم الذين يقولون ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ دكتور، بالنسبة للعقد يعني لم يصح يبقى فاسدا، لكن هل يعني هل عندهم يجوز؟ لا، ما يجوز، موقوف حتى يصححوها. وماذا يفعل اذا لا يجوز عندهم؟ لا يتعامل به حتى يصحح، لكنهم يقولون انه موقوف ليصحح. مفهوم؟ فالمال لم يصير حلالا عندهم. نعم. طيب المثل الثاني، المثال الثاني: زيد قام من الليل علم ان الغد رمضان، فحمد الله فرح وصلى القيام، ثم صام، صام حتى إذا أفطر تذكر أنه لم ينتوي قط، لا هو بيت النية ولا انتوى، ما انتوى صيام اليوم، ما انتوى، ما حكم هذا الصيام؟ عند الجميع بقى، عند الجمهور باطل. ليش باطل؟ صام، أمسك عن طعام وشراب وجماع. طيب إيش يعني الصيام ده؟ إيش يعني الصيام؟ إيش الصيام؟ فرض. لا والله انا اقول ما اعرف صيام فرض. اقول الان حكم هذا الصيام، صام اليوم غير نيه، حكم هذا الصيام عند الجميع باطل، عند الجمهور وعند الاحناف فاسد. طب فاسد لما؟ ممتاز، فاسد لما؟ عند كل فاسد، عند هذه عبادات. تذكر يا نجير يا مبتسم، هذه ايش؟ هذه عبادات. ففي العبادات الجميع يتفقون، الفاسد والباطل سواء. في العبادات الأحناف والجمهور يتفقون على أن الفاسد والباطل سواء. مفهوم ولا لا؟ حج زيد، لا عمرو هو الحج، زيد صام، حج عمرو فلبى من الميقات، ولبى ثم طاف بالبيت وبالصفا والمروة، وبعدما انتهى تحلل، لأنه لما لبى قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، فكان متمتعا. وفي اليوم الثامن ذهب، اليوم الثامن ذهب فأهل بالحج، وذهب إلى منى فصلى بها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ركعة ونصف، والعشاء ركعتين. كله ماشي معي، كله المغرب ركعة ونصف. قصره قصر ما مش ممكن. وصلى العشاء ركعتين جيد، وبات ليصلي الفجر، ما قام إلا بعد ثلاثة أيام. قوم إذا ناموا لا يستيقظون إلا بحرب دروس. أغمى عليه جات له غيبوبة السكر، شوف أنت جاله إيش، نام ما قام بعد ثلاثة أيام. حج هذا الرجل الآن كلامي واضح، نام ما استيقظ، نام في اليوم الثامن ما استيقظ إلا بعد ثلاثة أيام، حجه باطل. عند من؟ عند الجماهير. عند الجماهير. عند الجمهور باطل، وعند الأحناف. شوف العلم تمرسه أقوى منه، يعني العلم النظري سهل أن يدركه الإنسان، لكن تطبيق العلم وتمرسه أشق ما يكون، وهذا هو العلم. تمرس العلم هي درجة، هو ده المقصود الأسمى من العلم. حجه صحيح. حجه صحيح. طيب حجه صحيح، هذا خلاف للجمهور أو خلاف الأحناف؟ خلاف الأحناف. ممتاز. هو أنا خلاص، ما هو الأحناف مخالفين، خلينا نخالفهم في كل حاجة خلاص. يعني المسألة خلاص، هي المسألة أكثر ما هذه وانتهى الموضوع. عند كل جمهور إلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة،
وعرف ايضا في اليوم ال 15 تفهم كيف؟ في اليوم ال 17 في اليوم ال 13 التاسع. قلت لكم نام الثامن ثلاثة ايام. وين التاسع راح؟ ها ذهب في النوم. وقف بعرفة؟ لا. إذن حجه عند جميع. إذن عند الجميع باطل. لما؟ لأن الجميع لا يفرقون في العبادات بين فاسد وبين باطل. طيب، والذي يترتب على ذلك أنه عليه حج من قابل. الذي يترتب على ذلك لا يبد أن يذهب إلى البيت فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويذبح هديا وعليه حج وجوبا من قابل، لأن ده اسمه فوات الحج. المسألة الفقهية هذه يحل بعد ما يطوف ويسعى ويذبح ويحل، وعلي حج من قبل وجوبا علي حج من قبل. عليه الذبح هذا فدية وعلي حج من قبل، مفهوم؟ طيب، من ذلك أيضا أن نقول نكاح الشغار. تعرفون نكاح الشغار؟ هذه طبعا أصلا أقول شوف الشافعي، يعني لما تقول الشافعي عشان تعلم نبل قدر العلماء. الشافعي كان يجلس مع أصحابه، وطبعا تعرفون يجلس متبسطا مع تلاميذه. دخل أعرابي، وانت تعرفون الأعرابي يعني في جلافة في الأعراب. دخل أعرابي فاستوى الشافعي واستقام وجلس تعلوه السفينة والوقار. فقال له علام تفعل ذلك؟ إنه أعرابي. قال اسكتوا، إنه علمني حرفا. أن الشافعي حجة في اللغة. قال سمعت العربية عندما سمع مني أنني أقول إن سلم نهى عن نكاح الشغار. قال الشغار نعم من شغر الكلب، أي رفع الكلب رجله. وهو ده معناها بقى هنا، يعلم المعنى الذي يعرفه الشافعي نكاح الشغار هو أن يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، بمعنى لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، وليس بينهما مهر. على نكاح الشغار، فهمتوا؟ ها؟ لا سيب المدني. يقول له أنا أزوجك أختي على أنك تزوجني وما في مهر، ما تعطيها مهر. فمفهوم هذا الكلام، الصورة واضحة الآن. هذا نكاح الشغار، ما حكم هذا النكاح؟ باطل عند من؟ عند الجمهور. الجمهور خلاص عند خليم بغاني. باطل عند الجمهور، ممتاز. والأحناف يقولون فاسد. كيف ذلك؟ من هذا عزائي بقى؟ سواء تفضل نيجيري. تتكلم مع الناس لكن لا تتكلم منفردا، ما تريد تتكلم منفردا. طب أحل على أحد يتكلم منفردا. ما في؟ الهولندي أشار إليك. إيه للأن؟ إيش للأن؟ فين الحكم أصلا؟ النكاح في الأصل قل لي حكم النكاح عند الجمهور، حكم النكاح عند الأحناف، حكم النكاح عند الجميع. الجمهور باطل. هذا باطل. لما؟ لأن لهذا الشرط. لا ليس لهذا الشرط، لأن عدم المهر هذا؟ هذا؟ لا خطأ. لا ليش هذا النكاح باطل الجزائري؟ طب هذا الصومالي، انت الان الحمد لله منفتح في هذه الحلقه، انت يعني مذيع داخل في كل المقدمات والبرامج كلها باسرها داخل فيها. قل لي ليش النكاح هذا باطل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نهى ايه؟ والله البارحة قرأت هذا الحديث. البارحة صحيح. أنت بتأكل شيء يا شيخ؟ في شيء بتأكل القادة على اليمنيين؟ لا ما تأكل القادة. طيب، هو إذن هو نهى الإنسان عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح، فهذا منهي عنه، إذن فهو باطل عند الجمهور. طيب عند الأحناف سأبين لك. عند الأحناف، الأحناف قالوا فاسد، قالوا هذا العقد فاسد. قالوا لما؟ قالوا لأن العلة في التحريم هي إيش؟ هي المهر. فقالوا الآن أصل النكاح حرام، وأما وصفه كان على الحل. يبقى ممتاز. أصل النكاح إيش؟ حلال. وإحنا قلنا هو تطبيق الأحناف أنهم قالوا الفرق بين الفاسد والباطل ما كان التحريم لوصفه لا لأصله. يبقى النكاح الأصل فيه
حلال. حلال. طب ليش هذا حرام؟ قال لوصف فيه. ما هو الوصف؟ الشغار. قالوا الشغار العلة فيه المهر. إذن هذا عقد فاسد. وما معنى عقد فاسد عند الأحناف؟ أولا الجمهور قالوا باطل. ما معنى باطل عند الجمهور؟ لا ترتب عسار، يعني لابد من الرد، وإذا دخل بها لابد لها مهر المثل مما دخل بها. مفهوم؟ ممتاز. طب فاسد عند الأحناف ما معنى؟ قابل ممتاز، قابل التصحيح. كيف؟ بابك هذا، بابك الذي ستموت عليه أنت. أيوه أيوه نعم. بأن ممتاز، بأن يجعل لها مهرا. ممتاز، يصحح العقد هنا بأن يجعل لها مهرا. يقول يجعل المهر إذا صح العقد. إذ العلة في التحريم هذا أنه يزوج ابنته، على أن يزوج ابنته ولا مهر، فيصحح العقد بإيش؟ بالمهر. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يبقى هذا هذا نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح المتعة. مدخلين باطل هذا عندكم أنتم الآن. نكاح المتعة طبعا إيران كلها شغالة جزاء، يعني صباحا مساء، ولذلك أي سياحة تروح على إيران ما تروح على أي حتى مثلا. صحيح؟ أعوذ بالله. هم الذين يقولون بذلك يجعلونهم حلالا حل وبل الرافض. أخبث خلق الله. أقول نكاح المتعة بالإجماع. بالإجماع. لا. الآن المتعة عند الجمهور باطل. عند الأحناف فاسد. فاسد. ممتاز. ليش؟ فقط شرط إيه؟ لا شهود. شرط الشهود. لا ليس شرط. شرط الاستمرارية. ممتاز. الشرط ده موجود. ونعم نتس كلكم أخطأ. وإن كان شرط صحيح. ها؟ باطل عند الكل. كيف يا عم حبوب؟ لأنه يعني فقد ركنا. فقد ركنا. ليس ركنا شرطا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار أيضا. نسخ. نسخ. الآن أنت قلت عند الكل. إيش؟ ليش؟ إخوة هداكم الله. طبقوا القاعدة. أنا ليش بعطيكم الأمثلة للتمرس العلمي؟ طبقوا القاعدة. الفاسد عند الأحناف ما هو؟ الفاسد ها الذي لم يكن التحريم لذاته بل التحريم طبقوا على المتعة. نكاح المتعة ها فاسد. ليش؟ لأن الأصل مباح والوصف هو الإيه؟ أي بقى وصف؟ عدم الاستمرارية والعدم المهر والعدم الشهود. يبقى إذا هو فاسد. كيف يصحح؟ توفر الشروط وأيضا شرط الاستمرارية. صحيح؟ أخطأتم جميعا. ونكاح المتعة عند الأحناف باطل لأن النهي لذاته. ها النهي هنا لذات النكاح لأن هذا كان من أنكحة الجاهلية. نكاح المتعة أصالة من أنكحة الجاهلية، وجاء النسب لتبديل كل واقع الجاهلية. قال ربا الجاهلية موضوع تحت قدمية هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. نكاح المتعة منهي عنه لذاته لا لوصفه، لذلك قال هذا المتذبذب الليبي المتأخر المتقدم بأنها محرمة بالإجماع. بالإجماع المتعة محرمة. ولذلك لما ابن عباس كان يقول على المتعة قال له علي بن، والمفروض علي بن أبي طالب هذا إمامهم، هو الذي اشتد على ابن عباس قال له إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. وكان الخلاف بين علي بن عباس الحق إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حرمها في خيبر حرمها أحلها، وبعد ما أحلها حرمها في الفتح بعد سبأ أوطاس حرمها تحريما قال إلى أبد الأبد. فنكاح المتعة محرم لذاته، فبالاتفاق أنه باطل باتفاق. وحتى القول الذي نقل عن ابن عباس أخطأ عليه فيه. ابن عباس لم يقل بأن نكاح المتعة حلال أو مباح، أخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس. ابن عباس قال نكاح المتعة كالميتة للمضطر. في اليمين افهم دي الاول بعدين تعال. ما تراجع؟ كيف تراجع والزبير يخطب في الخطبه وقال مالي ارى اناسا اضعف الله بصيرتهم كما اضع اعمى الله بصيرتهم كما اعمى ابصارهم،
يقولون بالمتعة. فقام ابن عباس قال ما لي أراك جلفا غلزا غليظا، هذا أمير المؤمنين وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله، كيف أنت تقول عواتر؟ إلى أنه يعرض ابن عباس. فابن عباس قال أنت جلف، كيف تقول هكذا؟ فقال له فعلها وسترى ما سأفعل بك. المسألة صارت مشدة في الباب، فهو ما تراجع، لكن هو كان يقول أنها كالميتة للمضطر. الميتة حرام. الميتة حرام، لكنها إيش؟ تباح بقى المضطر بقى. كل الشباب الذي ليس معه مال يقول إذن الميتة، فيذهب إلى هناك للميتة من أجل الميتة. صحيح، لكن هذا الكلام باطل، وهي لا تنزل منزلة الميتة المضطر بحال من الأحوال. ونكاح المتعة من استحله كفر. نعم، من استحل نكاح المتعة كفر، لأنه استحل ما حرم الله جل وعلا، إلا إذا كانت عنده شبه الدليل يقول إن هناك خلاف. لأن القاعدة عند العلماء من استحل حراما كفر، فنكاح المتعة محرم لذاته لا لغيره. عرفتم الفرق بين نكاح الشغار ونكاح المتعة؟ نعم. جيبوني بالله عليكم. كيف صيغة دكتور؟ كيف صيغة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على الشغار؟ صيغة الحديث نهى عن نكاح الشغار. وفي المتعة؟ وفي المتعة نهى عن المتعة. ونية الصلاة؟ طيب لا، يقول الآن قل لي ما الفرق. لا أنا أسألك لو سمحت دكتور، أنت في البداية الشغار قلت ماني لوصفي لا لذاتي. نعم، ودخل علي يعني التصحيح اللي هو المهر. ماني لوصفي، لأنه الوصف هذا أنه نكحها بالولي والشهود لكن لا مهر. ماني لوصفي؟ نعم. نعم، ما هو النهي هنا. اسمعني بس، اسمعني ممتاز، انت تسأل قل لي ما الفرق بين الاثنين، ما هو نهى هنا ونهى هنا. طيب لما فرقتم؟ كان سؤالك يكون هذا اسهل عشان تفهم اللي تريده. الان الراوي اعلم بما روى. ابن عمر لما سئل عن شغال قال انه ايه يزوجه، هي يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته. فقال العلماء باتفاق اذا المسألة هنا كانت دائرة على ايه؟ على المهر. يبقى النهي ليس اصل النكاح. أما المتعة هو كان نكاح مستقل بذاته في الجاهلية. نكاح المتعة أنت تعرف كانت أنكحة الجاهلية أنكحها متعددة، من أنكح الرايات المعروف وأنكح الإبضاء الأبضاع، إن المرأة تذهب لعشرة يستبضعونها وتلد الولد تنظر أشرف في العشرة وتنسب له، ونكاح المتعة. جاء الشرع بالنهي عن كل، لما جاء الإسلام نسخ كل الأنكحة الماضية إلا نكاح المتعة، تركوا على ما هو عليه، لأن كان في الصحابة من إعواز ومن فقر وكانوا يسافرون ويخشون على أنفسهم، وبعد ذلك لما أغناهم الله جل وعلا حرم السلام نكاح المتعة، ثم قال هي أبد الأبد، يعني محرم أبد الأبد، فحرم ذات الفعل ذات النكاح. فهمت؟ هذا هو. مش حاجة مرجحة ما بين يعني نفس السؤال اللي أنا أسأله، يعني إيه اللي بيرجح إن ده منهي عنه ده منهي عنه؟ يعني أقوال الصحابة. أنا قلت الراوي أعلم بما روى. ابن عمر والذي قال بذلك، ابن عمر قال بذلك، فاستند جميع الفقهاء لقول ابن عمر على أن النهي هنا ليس لذات النكاح، ولكن النهي كان لاختلال شرط من شروط النكاح، وهو إيش؟ وهو المهر. مفهوم؟ هذا هو. قال الفساد في الأصل، عشان يعني عند قول ابن عمر فهو عجبه أن ده الفساد في المهر، فاختلال الشرط. أما المتعة في ذاته في أصله، في ذاته في أصله، هذا هو. أيضا من ذلك بيع ما لم يملك. زيد جاء الرجل ويشتري منه سيارة والسيارة ليست عنده، فذهب فباعها عليه. نعم، لما باع عليه السيارة ما كانت عنده، قال تعالى بعد أسبوع خذها مني، وأخذ منه عربون. أولا قبض العربون بيع، قبض العربون بيع، فباعها وهي ليست عنده، ما حكم هذا البيع؟ لا تبع ما ليس عندك، هذا النص ممتاز. حكم بقى البيع، ما حكم البيع؟ باطل. أنا عندنا الجمهور وعندنا الأحناف. طيب هنا عند الجمهور باطل. لما باطل؟ لأنه وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فباع ما لم يملك. طيب وعند الجمهور وعند الأحناف فاسد، لأنه ممكن أن يرجع. فاسد ليش؟ ليس عبادة يعني، ما هي في المعاملات، لكن المعاملات أيضا احنا بنتكلم، ليس الأمر على، احنا بنتكلم على أن الأحناف في المعاملات ما كيف يفرقون.
يفرقون بين البائع إذا كان لذاته، صحيح؟ لا لوصفه. وهنا البائع منهي عنه لذاته ولا لوصفه؟ لوصفه. أصل البائع الحلال، إذا هذا العقد إيش؟ فاسد عندهم، فهمت؟ أنت بالتمرس إن شاء الله تتقنها. طب كيف يصححونه؟ يعيد لهم مال ويشتري ويمتلك السلعة ويعطيها إياه، مفهوم؟ هذا عندنا احنا. يبقى اذا انتهينا احنا من الصحه والبطلان واعطينا امثله. الراجح قول الجمهور، القول الجمهور، قول الجمهور ان العقد باطل ولا بد ان ينتفي العقد. طيب عندنا ايضا من ذلك السبب والشرط والعله والركن وايضا المانع والرخصه والعزيمة. الرخصه والعزيمة انا سأعطي اليوم الشرط والركن ونترك العله والسبب للدرس القادم حتى لا نضيع على اخواننا ان هم ما استطاعوا أن يأتوا، لأن هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الكلام على السبب والعلة والفرق بينهما، يعني فرق دقيق، لأن السبب تعريفه هو تعريف العلة. السبب هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، والعلة ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، مع التعريف واحد هو الآن. ففي فرق شعرة بينهما، هذا إن شاء الله نبينه في درس القادم. لكن اليوم إن شاء الله نأخذ ماذا نأخذ؟ نأخذ الشرط والركن. نأخذ الشرط والركن. الشرط والركن ما فرق بينهما؟ الشرط ما كان في خارج الشيء، من خارج الشيء، الركن ما كان في ماهية الشيء. بضرب المثل، بالمثال يتضح المقال. الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، السجود ركن في صحة الصلاة. فيها معضلة هذه. إذن الشرط ما كان في إيش؟ خارج الشيء. طيب والركن هو انتهى الموضوع، فهمتم؟ طيب نأتي بقى الآن إلى الكلام على التعريفات. الشرط في اللغة معناه العلامة، كما قال الله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علامات الساعة. وقال الله وإياكم يعني الفتنة في هذه الساعة. طيب فقد جاء أشراطها. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم. شرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. مسألة ولا عدم لذاته هذه تعتبر احتراز، لأنه قد يتوفر الشرط ولا يتوفر الحكم. ليش؟ لمانع من الموانع، مفهوم؟ دين. أقول ما يلزم من عدم العدم، لو ضربنا مثل بذلك، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ توافقون أم تخالفون؟ اصبر لا كلام في الفرق، لا تدخل لنا في الفهلوة الجزائرية، في الفرق. الآن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، توافقون أم تخالفون؟ إذا أتوني بالدليل. حينما توجه هذا من خالد. أعطنا آية واحدة. حديث المسيء صلاته. الأول أعطنا الآية كما قال. قد نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك أمر ظهر أمر الوجوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال إذا قال ارجع فصلي من المصلي، ثم قال له إذا أردت الصلاة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبل ثم كبر. قال ثم استقبل القبل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب، وما كان بيان للواجب فهو إيه؟ فهمت؟ مفهومة غير مفهومة؟ ممتاز. إذن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. صلى الرجل في الاتجاه المقابل،
فصلاته يبقى يلزم من عدمه ايش؟ عدم وجود الحكم. صلى واستقبل الشمس ولم يكن استقبال الشمس استقبالا للقبلة، ها باطل. ليش؟ اختل الشرط. يبقى الشرط معناه يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. يعني ايش ولا يلزم من وجود الوجود؟ رجل سار بالسيارة ما سار إلا في طريق 500 كيلو في طريق واحد وكله مستقبل القبلة، هل يشترط أن يصلي؟ أو وجد الشرط ولم نجد الإيش الحكم؟ يبقى ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من استقبال القبلة أن يصلي، لكن يلزم إذا أردت أن أصلي أن أستقبل، وإلا لا تصح. الشرط وما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، مفهوم ولا لا؟ وممكن أن أقول في المعاملات نفس الأمر، نضرب المثل على الشرط في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم بن حزام: يا رسول الله لي بيعات، يعني أبيع وأشتري، فبين لي ما يحل وما لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، في رواية حتى تحوزه وحتى تنقله. قال: ونهى عن أن يبيع المرء ما ليس، ولا تبع ما ليس عندك، ونهى عن ربح ما لم يضمن. يبقى في قوله سلم لا تبع ما ليس عندك، فمن باع السيارة التي ليست عنده صار البيع إيش؟ باطلا. لما؟ اختل شرط، لأن الشرط أن يكون مالكا في ملكي. لذلك كنا نقول يلزم من عدم العدم، باع ما لم يملك، احنا نقول من شرط صحة البيع هو ايه؟ امتلاك السلعة وان تكون معه في حوزته، هذا شرط صحة البيع. رجل امتلك هذا الهاتف فباعه، صح البيع ولا ما صح؟ صح. لما صح؟ ممتلك وفي يده. رجل ما عنده وهو جالس، جاء رجل قال اني اريد سيارة، قال السيارة ان شاء الله عندي، طب اشتري، اعطاه المال وهي لست عنده وباع، وهو سيتصل بالوكالة ليأخذها، هذا البيع ايه؟ باطل. ليش؟ اختل شرط. ما هو الشرط؟ الامتلاك. نهى عن بيع ما لم يملك. كيف نجمع بين الباطل والفاسد عند الأحناف في بيع هذا؟ ما خلاص احنا بيناها ان الأحناف يقولون فاسد، احنا قلنا خلاص الراجح عندنا قول الجمهور، الان بنتكلم بالراجح لان بنضرب مثلا في الشرط. الراجح قول الجمهور انه ان باع ما لم يملك فالبيع باطل، هذا الراجح، مفهوم ام لا؟ يبقى اذن هذا هو الشرط. يبقى الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه. خطأ. شوف نميل كلنا. ها الشرط، لا الشرط يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. هذا احتراز، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، وقد يوجد الحكم مع اختلال الشرط، هذا معنى ولا عدم لذاته. قد يوجد الحكم مع اختلال الشرط. إيش الحكم الأول؟ إيش الحكم؟ صحة الصلاة، ممتاز. مع اختلال الشرط كيف؟ لا ده مش وضوء، احنا بنتكلم على استقبال مثلا، استقبال القبلة. صلاة الخوف، ممتاز. صلاة الخوف، او ان سافر ولم يعرف كيف القبلة فاجتهد فصلى لغير القبلة، صحة الصلاة. فهمتم؟ ده معنى ولا عدم لذاته. يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مفهوم؟ ده احتراز. هذا الشرط والركن ولا عدم لذاته مصر. اللي هو الاحتراز هذا، انه قد 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 لا يكون الشرط ويكون الحكم، مفهوم؟ نعم. الركن هو في ماهيه ما كان في ماهيه الشيء، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا الفرق بينهما. ان الركن يلزم من وجود الوجود، او يقول يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الوجود، قال لذاته، لانه قد يوجد الركن وقد تبطل الصلاه بشيء اخر. يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه الإيش؟ العدم. لكن لما تقول يلزم من الوجود تقول يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الوجود لذاته، احترازا. وهذه العلاقة بين الشرط وبين الركن. يبقى لنا الكلام على السبب والمانع، أو السبب ولا لكن نقول المانع. المانع من المنع وهو الحظر، المانع وهو من المنع الحاضر. ايش قلت لك؟ الركوع ركن في ساحه الصلاه،
لم اذا وجد الرجوع اذا عدم الركوع يعني صلى الرجل قام فقرأ الفاتحة وبعد ذلك سجد وجلس بين السجدتين وقام فقرأ الفاتحة فسجد وجلس بين السجدتين وسجد الثانية وقرأ التشهد وسلم في صلاة الفجر صلاته باطلة. ليش الاختلال الركن هنا في الركن هو الركوع مفهوم يلزم من عدم الى عدم نعم هذا اجماع طبعا اجماع ها داخل تحت الحكم الوضع على أساس أنه أمارة على الصحة فقط لكن هو في أصله في ذاته مع الأحكام الشرعية وإلا فالوضوء نفس الأمر لكن هو لما صار أمارة لشيء قلنا أنه له صفة الوضع كالرخصة والعزيمة أيضا طيب المانع المانع اسم فاعل الحاجز أو الحاضر من المنع من الحجز المانع عكس الشرط احنا قلنا الشرط ما يلزم من عدمه الايش العدم لا المانع ما يلزم من وجوده العدم المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته المانع ما يلزم من وجوده الايش العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته سنبينها ولا يلزم من وجوده لا يلزم من عدمه من عدمه ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته كما سنفسر يبقى المانع حبوب المانع هو ما يلزم في الاصطلاح ما يلزم من وجوده ممتاز لذاته ممتاز نفسرها ما يلزم المانع ما يلزم من وجوده العدم يعني ايش قد تتوفر الاسباب والشروط والعلل وياتي المانع يمنع من وجود الحكم اقول لكم في العبادات اسهل شيء في العبادات ايش الصلاه توضا فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ الفاتحة وهو قبل استمام الصلاة وصل لنهاية الصلاة وهو في التشهد جاءت امرأة مدللة ومرت أمامها والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والكلب والحمار وفي رواية قال المرأة والحمار والكلب الأسود فقال أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان هنا الصلاة توفرت فيها سرعة شروط والأركان لكن هنا الحكم لم يتوفر الصلاة باطلة لما؟ لوجود مانع إيش المانع؟ مرور المرور عائشة لما سمعت الحديث يعني ثارت ثورة شديدة على أبي هريرة أبي ذر قالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير لقد رأيتوني معترضة أنا معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي يعني يقول أنا هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة في قبلته فكيف تكون بطلان الصلاة قلنا لعائشة وأنت أعلم من سائل العالمين قد أخطأ فين الخطأ أولا أخطأت مرتين المرة الأولى أنك وقفت أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي ما وقفتش أمام الحديث هي وهمت الإيش وهمت الراوي وهمت الراوي في الحديث وهمت قالت كيف تقول بذلك والمحكم عندي أنني أنام أمامه هكذا في قبلتي وهو يصلي فكيف أقطع عليه الصلاة ولا الصلاة لم تقطع قلنا هذا خطأ في فهم عائشة ليش لأن إيش فإن سبق للدافع عن كذا عشان ها لا إيه جمال هذا أيها النجيري المبتسم فقه الراقي نعم أيوة نعم أنت بتمدح نفسك نعم أنا أقول لك فيك وراك تقولي نعم هذا صحيح الذي قمت وأنت هو الصحيح نقول هناك فارق بين المرور وبين إيش الثبوت أنت أصلا جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن الصلاة تبطل بالنوم أم بالمرور وأنت ما مررتي أنت نمتي أنت ثابتة والكلام على إيش المرور مفهوم والصحيح أن المرأة تبطل الصلاة بها إذا مرت يوجد استثناء في المسجد الحرام والزحام لا الاستثناء موجود دعك من الاستثناءات نعم الاستثناء في المسجد الحرام موجود للزحام شيء المشقة تجب التيسير
لكن هو الحق ليش المرأة طيب ليش؟ لأنها مشغلة. حق أنها مشغلة ما يعني ما في تعليل في هذا الباب إلا في ذاك مشغلة. وبعض العلماء نظر فقال لا العلة أن تكون حائضا وده مش صحيح. يعني في رواية قال المرأة الحائض يعني المرأة البالغة وصحيح أن الصلاة تبطل. لكن الجمهور لما أربعة يرون أن الصلاة لا تبطل. لا تبطل. ليش؟ لأنهم عندهم حديث أبي سعيد الخدري قال لا يبطل الصلاة شيء. وهذا حديث ضعيف. أنا لي رسالة عملها اسمها وجوب السبيل إلى السترة. الكلام فنت كل القول فيها فضل الله في علاه ورجحت كلام المحققين من الشافعية والحنابلة والظاهرية بأن مرور المرأة تبطل بها الصلاة. يا شيخ إذا ما قلت المرأة أمام المرأة ليس أمام هل يبدو يعني المرأة لو مرت أمام المرأة ها؟ خلاص لا هو الآن الرجل لما قلنا له فقه راقي قال نعم فرأى في نفسه فقال نتفقه بقى الآن ما دامت المرأة مشغلة يبقى إذن العلة منتفية لأن المرأة هتمرك أمام مرأة تبطل صلاتها تبطل صلاتها أيضا. ليش؟ أن الأصل في لفظ العموم تبطل الصلاة إذا مرت المرأة والحمار والكلب الأسود يبقى هذا جاء إيش؟ مانع. ما سبب الإرث يا أيها النيجيري؟ سبب الإرث الإجز هذا مرض لكن أنا أقول إرث 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 من المواريث المال الذي يتركه الرجل الذي مات سبب الإرث لكي الأولاد لم لم يكونوا سبب الإرث أيها الحبوب النكاح ممتاز. وش الدليل على النكاح؟ ممتاز. ولكن نصف ما ترك أزواجكم ها. والسبب الثاني الولاء والنسب. من وين بقى النسب هذه؟ من وين؟ من النكاح. يقول النسب من النكاح. رجل قال النكاح أولا وعدد الناس قال النسب من النكاح. نعم عندنا في مصر يخطئون خطأ لغويا فاحشا يعني يأتي لزوج ابنتي أو زوج أختي يقول هذا نسيبي وليس بنسيب من نسيب الله هو إيش صهر وليس نسيبا. النسب هذا الدم العصبة أما هذه أصهار فالنكاح صهر أما النسب الولادة. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ هذا هو الإرث موجود. طيب يبقى مات زيد وترك ابنا وبنتا وبنت ابنا وبنتا وبنت ابن فلما كشفوا عليه قبل دفنه علموا أن عمرا ابنه هو الذي قتله وأرادوا توزيع الإرث. ها الشروط والأركان والأسباب متوفرة ولا غير متوفرة؟ متوفرة. سبب الإرث هو إيش؟ القتل. تعال أنت ليش نايم؟ ليش نايمة؟ سبب الإرث ما أنت جريت وراك. سبب الإرث النسب ابنه صحيح؟ يبقى السبب متوفر ولا غير متوفر؟ جاء المانع يمنع من إيه؟ من الإرث وهو القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. بولس وابنه عزرائيل اشوف ولا اسمه ابنه بولس وابنه عيسى عشان ابنه صار مسلما الحمد لله. بولس كان ثريا غنيا وابنه عيسى سمع الايات ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب فتح الله قلبه فدخل الاسلام فاسلم ويوم ان اسلم مات بولس ففرح عيسى فرحا شديدا قال الحمد لله ما الأبي لن يذهب إلى إيش لهؤلاء الكفر وذهب يأخذ الإرث. فجاء القاضي المسلم فقال له إيش ليس لك. كيف الإسلام يمنعني ولا يعطيني؟ قلنا ليس لك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى السبب توفر ولا ما توفر؟ النسب. وجاء المانع فمنع مفهوم ولا لا؟ سيب في قول الآن مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله والشكر لله. نأتي إلى 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 مسألة أخرى. رجل رأى امرأة أعجبته قال من أي قوم أنت؟
قالت أكبر العائلات في الدنيا إيش؟ مش عندكم ألقاب؟ وانجرة. وانجرة. أنا قلت لك هذا قتل والله. ماشي. رجل من وانجرة. ذهب يتزوج امرأة من بريبري. ممتاز. طيب. فحدث الإجابة القبول بينهما. وتزوجا. في قبيلة ثالثة عندكم؟ زبرمة. فجاءت امرأة من القبيلة الثالثة المجهولة هذه، فنظرت إلى بريبري وإلى الثاني قلنا ها وانجرة، فقالت يا وانجرة إني أرضعتك 5 رضعات مشبعة، وأرضعت امرأتك من بريبري 5 رضعات مشبعة. قال امرأة، قالت أقسم على ذلك قسما مغلظة، وشهد الشهود أنها أرضعته هذه المرأة. النكاح، لا النكاح أصالة، حلال ولا غير حلال؟ حلال. المرأة أجنبية والرجل صحيح ولا لا؟ يبقى الشروط وفرت، والولي موجود، والشهود موجود، والمهر مسمى، وتزوجها على سنة الله ورسوله. جاء إيش؟ جاء المنع ليمنع صحة العقد. إيش المنع؟ الرضاع. لأن السلام قال 5 رضعات مشبعات يحرم، 5 رضعات مشبعات يحرم، يبقى هذا معنى المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده إيش؟ العدم. يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني قد لا يتواجد المانع والصلاة تبطل، يعني لا تمر المرأة والصلاة تبطل. تبطل ليش؟ لاختلال شرط، لاختلال ركن، لاختلال سبب. مفهوم الغير مفهوم؟ يبقى الصلاة بطلت ولم تبطل بسبب المانع، يبقى لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. قد تبطل وقد لا تبطل. فهمتم ولا لا؟ هذا المانع. يبقى لنا السبب والعلة إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه من الأهم بمكان. نعم. سؤال يعني في مسألة الرضاعة، هل يعني التحريم الذي يأتي عن الرضاعة هل يكون قبل بلوغ السنتين أو يعني مطلقا؟ اتفاق الأئمة الأربعة أن الرضاع المحرم هو ما فتق الأعماء الأمعاء، ما أنشز اللحم، أو ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهو في الصغر. قال النبي لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. أنا أدين الله بأن الرضاع الكبير يحرم، لكن ما أدين الله بأن الرضاع الكبير يحرم على الإطلاق. عائشة تقول رضاع الكبير يحرم على الإطلاق، هذا قول عائشة رضي الله عنها. والأئمة الأربعة واتفاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرضاع الكبير لا يحرم على الإطلاق. وأنا أقول المسألة متوسطة، لا نقول بأن الرضاع الكبير يحرم، لأن الأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا إيه؟ في الحولين، صحيح. وأقول أيضا قد ينفع الرضاع للكبير. متى؟ لأن الأحكام لا تنزل على الخصوص. لو كان في مثل حادث سالم مولى أبي حليل بالاضطرار، لأن الأصل في الأحكام عدم الخصوص، يقاس عليها مثلها فقط، ليس كل احد. يعني يا رجل اتي يا ابو الرجل عمال يلعب في ناحيته الان هيموتنا فيها مع عبد الفتاح، ونقول مثلا ابنه عمتي صارت وحدها وتخشى فلا بد ان يدخل عليها ويخرج، فحتى لا يكون المساله فيها ما فيها من فتنه، ترضع امه وتبع ترضع، هو عامل كالفحله امامك منها ترضعه. لا لا ولا هذا ولا يمكن. بحال الاحوال نقول ان الفحل ايه ان ان ان, أن هذا ينفعه الرضاع بحال الاحوال. لكن كيف ينفع؟ ينفع مثلا بولد عنده مثلا 9 سنوات 10 سنوات، مات أبوه ماتت أمه عائلته ما في، عمه هو الذي أراد أن يأخذها عنده وأن يعتني به، ما عنده لا أهل ولا طعام ولا شراب ولا ماء ولا شيء، فأخذها إلى البيت. طبعا 10 سنوات مميز يعني، والبيت مليء بالبنات فعورات. فهنا يصح أن نقول اجعل زوجتك ترضعه 5 رضعات يصير أخا ليش لأولادك، وسير ابنا أنت لك من الرضاعة، ويكون هذا في هذه الحالة رفعنا الحرج، ويكون الحكم ليس خاصا بسالم لكن في مثل حالة إيش سالم. اتفهمت المسألة؟ وأنا في هذه المسألة يعني جالس فيها ساعتين، الإخوة بقى تدخل على 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 النت متكلم فيها ساعتين في هذا الباب، مبين المسألة بحذافيرها بكل أدلة القول، وأدلة من قال بالجواز وأدلة من قال بالحرام. وطبعا هو المسألة كلها الإنكار على الشيخ أبو إسحاق
على شيخنا وشيخنا يعني انه قال يجوز هو ينقلها شيخ الالباني والذي قال بذلك لكن هو قال يرضع منها يرضع منه يرضع وتكشف له يرضع ما دام الشرع اباح يبقى هذا كلام ايضا ليس صحيح علميا ليس بصحيح فقهيا ما نقولش علميا فقهيا ليس بصحيح وان كان الشيخ الالباني رحمه الله عليه قد اخطا في اجتهادي في هذا الشيخ الالباني عالم نبيل ثوره هذا العلم كانت على اكتاف هذا الرجل نسال الله ان يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم علماءنا جميعا الذين ماتوا نسال الله رفعه يعني ان يسكنهم فسيح الجنات اقول بانه اخطا فقهيا في هذا هو طبعا عنده قاعده كما قال ابن حزم القاعده موجوده ابن حزم هذا قول ابن حزم قال الجواز الشرعي ينفي الضمان هو الان الشرع اجاز لسالم بن حذيفه ان ايش ان يرضع فلما اجاز له ذلك اباح له الوسيله يبقى يروح بقى يرضع منها ما في شيء لو كشفت ما كشفت يرضع منه وهذا خطا ليش خطا لاننا نقول ان كانت الوسيله فيها حرمه وعندنا البدائل فلا يجوز استخدام الوسيله المحرمه وتستخدم البدائل تاتي بقاروره وتعصر الثلج حتى ينزل اللبن خمسة أضعاف في الزجاجة ويأكل ولا يشربها ولا يشوفها المهم أنه الآن لا يطلع على العورة قبل أن يكون محرما ويبقى المسألة صارت هينة لينة أنه لا يكشف العورات وهي أيضا تعطيه الرضاعات فيشربها وينتهي لها مفهوم هذا الكلام؟ الفصل في هذه المسألة هل يحرم أو لا يحرم؟ ما هو الفصل أنا قلت لك لا يقال يحرم ولا يقال لا يحرم إلى سن كم يا دكتور؟ لو 70 سنة لو 70 سنة يحرم. أنا ما كبير هذا لا. ما قلنا الفتاح ما ينفع. وسال مولى حذيفة اللي بنقيسه عليه إحنا. كبير كان عنده حاجة 20 سنة. تعال تفكر سالم كان إيش؟ كان صغير. سالم على الأقل كان بالغ الحلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحد يسألها وتعلم أنه حريص على العلم تقول لبعض نسائها أرضعيه فيأخذ القارورة فيها اللبن ويشربه ويكون محرما ويدخل على أنه محرم يسمع الحديث لأنها هي أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم ولأنها تعلم فقيها تعلم أنه لا يمكن للأحكام الشرعية تنزل من السماء من أجل شخص الأصل في الأحكام أنها على إيش؟ العموم نزل اللعان على من؟ بسبب من؟ هلال بن أمية هل وقف عنده ولا صار عاما؟ صار عاما خولة من تحكيم لما اشتكت ونزل أحكام الظهار كان خاصا بها وبزوجها ولا عاما؟ الأحكام لا تنزل على الخصوص تنزل على العموم لكن هنا لما اختلفت الأدلة صارت المسألة لا هي عموم ولا هي خصوص ولكن هي ايه؟ هي وقعة اسمها يسمونها العلماء وقعة أعيان ولذلك القاعدة الأصولية الفقهية عند العلماء يقولون وقائع الأعيان لا تعمم لكن يقاس عليها مثله ما كان في مثل حالته يكون أمر مثال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يظلل قال ما به قال صائم مسافر وصائم فقالوا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر قال ذلك ولا لا بالله عليك ماذا تفهمون من قولي ليس من البر الصيام في السفر وجوب الفطر ما صح ولا لا وردت الأدلة أن السلام صام مسافرا وعبد الله مروحة صام مسافرا وقال أنس في الصحيحين قال منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحديث الصحيحين أيضا أن السلام لما نزلوا فقام وكان قد أفطر منهم شببا فقاموا فصنعوا الخيام وجهزوا الامور فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعشاء والصيام نايم تحت الشجره من الصيام مفهوم يبقى في صيام في السفر ولا ما في صيام مع انه قال ليس من البر الصيام في قلنا هنا بقى نفهم بان ليس من البر الصيام في السفر يعني في هذه الحاله فقط اذا كان في تعب شديد يبقى هذا اسمه وقائع الاعيان لا تعمم لكن يقاس عليها ايه مثلها مفهوم؟ أصالة قبض الرجل أو اليد ليس إيه؟ ليس مرورا مفهوم؟ طيب في أي سؤال آخر؟ نعم نعم الحديث قلنا يعني الرجل بيع الذي لا يملكه يعني بيع باطل نعم وكمان ماذا نقول بيع السلم بيع السلم لا بيع السلم هذا ليس بيع أعيان هذا بيع أوصاف فلذلك كان حالة خاصة
فرق بين بيع الأعيان وبيع الأوصاف. بيع الأعيان لا يجوز بيع ما لم تملك، ليس ما ليس عندك. أما الأوصاف أنت بتبيع وصف، تقول له هذا ليس عندي، هو بتصرح ليس عندي، لكن وصفه أو هذا الوصف بعد 3 أشهر يكون متواجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شروطا أكيدة، قال تعطي كل المال، كل المال تعطيه في عند التعاقد، ويبقى تضرب أجلا بينك وبينه. مفهوم؟ إن هذا الحديث يعني قاسوا بيع الأعيان. قاسوا إيش؟ يعني هذا الحديث خاص، خاص، نعم خاص ببيع الأعيان. هو ممكن يكون بيع ما لم يملك، لأن هو ما لم يملك ولا يعرف وصفه. يعني لا 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 خالص خالص، الكلام كله على ما لم يملك وهي متواجدة. هذا الكلام، نعم. سؤال. تفضل. بالنسبة لهذا الأخ الذي سألك عن المستأولات، هل يعدم جهل بجهل؟ هذا الأخ ليش؟ الذي سألك هو تزوج، هذا عقده فاهم باطل. يعني إذا هذه الأخ توفيها مثلا. هذه إيش؟ نفرض يعني بقى على هذا الحال وتوفيها، أدركها الموت. فكيف يعني حكمها؟ هي لا ترث، لا ترث، وليس 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 عليها احتاد، وليس عليها عده. لا لا اقصد على الحكم العقد، يعني هو باطل. انا فهمتك الان، العقد باطل، فاذا مات لا ترث، وليس عليه ولا تحد عليه، وليس عليها عده. يعني هو باقي مرتكب كانه جريمه امام الله. يعني اذا استفتى احد فافتى بذلك، لكن هو حقا العقد باطل، لكن هو بالنسبه لربي يعني ما أدري. إحنا عندنا خلاص الحمد لله في الجامعة عندنا في مصر المسألة بقت سهلة، البنت تقول لا وهبت لك نفسي، يقول لا وهبت لك نفسي، وإحنا خلاص طالما توافقنا وتحاببنا المسألة منتهية، ما مشينا ولا يرونها إجرام، وهذا إجرام محقق. لا يقول يعذر الجاهل بجهله، يعذر الجاهل بجهله، خلاص هذا بينه وبين ربي. أنا بتكلم على العقد، العقد باطل ولا غير باطل؟ باطل. وذلك أنا قلت لك لو استفتى أحدا برئت ساحته أمام الله، فاسألوا هل ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن حكم العقد احنا بنتكلم شرعا، حكم العقد يكون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.